اسمعك. طيب العمل اطلق عليها ابو محمد اسم يا مليحه. يا مليح. نعم. هي ابيات اقول فيها يا طوال العمار كيف ارجع شعور البارحه واستعيده، ليت بعض المشاعر تنوخذ بالوجاهه، يا مليحه انا المخدوع وانت المكيده، شاعر مبال له وجهك وصار اتجاهه، وقفي بين نظراته وتلويحه ايده، ولمي حروفه المتبعثره من شفاهه، وخلي القلب بين ظنونه وبين اكيده، وخلي احساسي ليقينه والاشتباهه، وعلميني وش اللي يقربك يا بعيده، والفضاء ياسعك من زحمته لا نفاهه، كيف اسميك صعب اسميك صدفه، انت فرصه سعيده شدت القلب بشعوره ما هو بانتباهه، انت اللي تجي في العمر مره وحيده، ومن تحبينه يحب الحياه بشراهه، كيف ما هيم في وجهك وجهك قصيده، وكيف ما توه في عينك وعينك متاهه. يا سلام. صح الله لسانك. طبعا حسنها ابو محمد بصوته وزودها جمالا بصوته، وان شاء الله انكم تسمعونها وتنال على رضاكم واستحسانكم. طيب. نسمعها يا مخرج. تسلم، يعطيك الف عافيه. كيف ارجع شعور البارحه واستعيده، ليت بعض المشاعر تنوخذ بالوجاهه، يا مليحه وانا المخدوع وانت المكيده، شاعر بان له وجهك وصار اتجاهه، ما هو بانتباهه، كيف ارجع شعور
يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الله عليك صوتك يا محمد. صح بدنك الله يطول عمرك يا بعد راس. الله يطول عماركم على طاعه. قبل ما نسمع منك انا ما اخذت منه تعليق عن العمل. اسلم يا ابو محمد، وش تقول على العمل؟ يعني عمل يكفي ان شاعرها محسن بن تركي. الله يطول عمرك يا ابو محمد، والله ما زادها جمال ولا صوتك، وهذه كلمه حق رفيقي من سنين. طيب جعل اعلمك لبيك محسن رفيقي من سنين، وكم مره حاولنا نطلع بعمل لكن ما طلعنا بالعمل اللي يعني يعطي ابيات محسن حقها. اليوم ان شاء الله دشنا لكم هالعمل وان شاء الله العمل هو نزل يا فيصل الان ينزل ان شاء الله. ابو خير خلف عنده مداخله بس بخصوص العمل، تفضل خلف. خلف زين انك ذكرتني بخلف بخصوص ابو كلام ابو ماجد. خلف موضوعه موضوع يوم قال مشكله الشاعر مع المنشد. ايه؟ شوف يوم خلص العمل، ايوه اول ما التفت عليه المنشد، التفت على المنشد وقال صح صوت بعدين. ايوه ايوه يلا يا سلام. عشان هذا 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 يسمونه التحيز. التحيز خلف، لا تزعلني عليك ابو تركي، لا تزعلني عليك يا خلف. تحصنينها معي ايوه، لكن انا لكم المرصاد. تقولون يا شباب على طول انا تدري وش تذكرت اول ما سمعنا العمل؟ تذكرت لبك ابك يا حبيبي ما عليك. تذكر لك عمل لك فيه قريب من هذا العمل، تم تدشينه في نفس البرنامج بس والله اني ناسي عنوانه. من منشد العطر قط مقرن. اي مقرن شواطي، قره القلب يا قره يا مقرن. كانه قريب منه ولا انا؟ نفس الجو نفس الجو. انا احب هذا الاجواء بس. يا سلام، وعلى فكره تميزت فيها. الله يرفع قدرك. والله نصاب. وين متعب؟ لبيه ابو خير. لبيت مكه، وش حالك؟ الله يعافيك. عندنا واحد وراهن على صوته انا شخصيا، يستاهل. وين وين سيف؟ اهلا وسهلا. انت مسمينا العندليب؟ يستاهل ما شاء الله يستاهل. انا احب صوته سيف، والله العظيم اني اقوله وانا صادق، مو عشانك تسمع. انا تابعت البرنامج وسمعت صوته. يا سلام، والله انه من الاصوات المميزه من غير مجامله، مو عشان هي اسمع. جعل ابوك في الجنه عليك زود، تستاهل. طبعا حياك يا سيف، المايك لك. الله يبقيك طول عمرك. انا فيه بيتات بيتين شلها متعب وعجبتني، عندنا يشاركني فيها. الله يطول عمرك يشرفني. خلاص الشرف لي يطول بقى.